قرار رئيس جمهورية مصر العربية منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للسيد القاضي محمد عيد محمد محكوب رئيس محكمة النقد السابق تقديراً لخدماته الجليلة للدولة. منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للسيد المستشار عدلي عبد الفتاح جاد زايد رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق تقديراً لخدماته الجليلة للدولة. منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للسيد المستشار محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة السابق تقديراً لخدماته الجليلة للدولة. قرار رئيس جمهورية مصر العربية يعين السيد المستشار حسني حسن عبد اللطيف أبو زيد رئيساً لمحكمة النقد. أقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل وأن أحترم القوانين. يعين السيد المستشار حافظ أحمد عباس محمد رئيساً لهيئة النيابة الإدارية. أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي بالذمة والصدق وأن أحترم الدستور والقانون. يعين السيد المستشار مسعد عبد المقصود بيومي حسن رئيساً لهيئة قضايا الدولة. أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي بالشرف والأمانة وأن أحافظ على أسرار الدولة وأن أحترم الدستور والقانون. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس أكد أهمية دور القضاء وهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة في إرساء العدالة وإعلاء كلمة القانون، مشيداً بما تقوم به تلك المؤسسات والهيئات القضائية الموقرة من أداء مهامها على الوجه الأكمل، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين وصون مصالح الوطن.